حلقتنا النهارده بهذا الخبر السعيد فاكرين لما قلنا ان حقوق نادي الزمالك مش هتضيع ومستحيل تضيع خلاص صفقات الزمالك الشتويه هيتم اكمال قدها وهنشوفها في المباريات حان النهارده الفيفا زي ما كلنا شفنا ردت وقالوا النهارده على اتحاد الكوره وقالوا ان القيد ده دا شان داخلي وتأكد أن نادي الزمالك أو النادي اتخذ كل الخطوات الضرورية وعايزة أطمنكم أن الزمالك فعلا عمل كل ده وسجل لعبته وسجلها كمان على سيستم صح وعايزة أقول لكم كمان أن هي سجلناها كمان قبل الموعد طيب ده معناه ان احنا هنشوف محمود شبانه واحمد بالحاج وناصر منسي هم بصراحه قوة ضريبة جدا جدا وكبيرة جدا في تشكيلة نادي الزمالك وهيكونوا اضافة قوية جدا طبعا وجودهم داخل صفوف نادي الزمالك. اتحاد الكرة من شوية قال ان الرد جاله من الفيفا بهذا المضمون والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك وجه الشكر للجميع واوفد مسؤوليه لاستكمال الاجراءات والحصول على بطاقات اللاعبين وهو ده حق الزمالك الحمد لله احنا كده نقدر طبعا ان شاء الله تبقى بالظبط مسافه وقت بقى او ايا كان الاجراءات هتاخد وقت قد ايه ولكن بيان النهارده الحمد لله يعتبر انتصار لينا الحمد لله وانتصار كمان لصفقاتنا واللايحه واضحه جدا وصريحه جدا الانديه ان هي تجدول الديون اللي عليها وبالفعل ده حصل ونادي الزمالك موقفه سليم جدا وتايد لعبتها ولكن الحمد لله ان جاء هذا الرد من الفيفا ان مساله القيد هذا شان داخلى يخصكم فالان الحمد لله المشروع متض منصور اوفد مسؤوليه لاستكمال الاجراءات وان شاء الله قريبا جدا جدا نشوف نجومنا هينوروا فريقنا ان شاء الله عن قريب شبانه وبالحاج وناصر منسي ودول لعيبه كبيره ولعيبه ثقيله وتدعمات انا شايفاها بجد قويه جدا وعايزه اقول لكم ان الفريق طبعا محتاج لها طبعا بنسبه مليون الميه دايما تحس حتى لو انت حاسس ان فريقك دلوقتي لا انا ممكن احس ان فريقي مثلا في الوقت الحالي مش محتاج تدعيمات لكن في اي وقت دايما في في في, في المواسم فريقك بيبقى محتاج تدعيمات لان الفرق اللي بتبحث او بتدور على بطولات دايما دايما هتلاقيها في حاجه للعيبة